اهلا وسهلا الجمهور الحبيب، مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا. معكم محمد عزام ملقب ببهلول. انا الان متواجد في دبي، وبالضبط في القريه العالميه في الرواق المغربي. انا مع المجموعه ديال السلام الان اللي غتحيي الحفل ديالها اليوم. تحيه لها، تحيه خاصه يعني. شكرا مرة أخرى للأيام تي في، الجريدة ديال الأيام 24 التي أكمل لها كل الاحترام والتقدير على المجهودات اللي كتبذل في الصحافة، أفتخر بها دائما. فبالنسبة للسؤال ديالكم الأخ عبد القادر، أنا ما غاديش نتكلم على الإشاعات، حنا ماشي في الإشاعات دابا، ما عندناش الوقت للإشاعات. حنا الآن جينا من أمريكا بعد واحد 4 سنين، لأن يعني الذهاب ديالي لأمريكا قلتها في عدة لقاءات هو من أجل الأبناء ديالي. الآن هما تيدرسوا في أمن وأمان، الحمد لله بخير. جينا لدبي، المبتغى ديالنا والأحلام اللي كنا نحلم بها باش نقدموها في الوطن ديالنا ما فيها باس. غادي تكون الانطلاقه ان شاء الله الفعليه ديالها، لانه هو عمل عربي، الطابع ديالو عربي. غادي نقدموه ان شاء الله بدايه من دبي هنا وفي سلطنه عمان، وغادي يكون ان شاء الله جوله في الخليج، وغادي يبقى مفاجاه كبيره مع من غادي نتعاملوا هنا. غادي تبقى لكم ان شاء الله المفاجاه لكم الشغل الجديد ديال محمد عزام. فمره اخرى انا قلت في العديد من اللقاءات على ان الانسان لازم اللي يبغي يظهر يظهر بواحد الصوره جيده، ويظهر بواحد الصوره يكون مقبول فيها. فباختصار لحد الان انا كنشوف راسي يعني ما زربت شاي وما تعقلت شاي، 35 عام في العمر ديالي. تنظن الطريق مازال امامي لا طول الله في العمر. كل ما قدمناه مازلنا كنفتخروا به وكنعاودوه وكنفرحوا به، لانه ملي كنعاود نسمعوا ونشوفوا ان الاعمال ديالنا تتعاود في القنوات ديالنا المغربيه، وهذا شيء يتلج الصدر. رغم اننا ما تنعرفوش علاش تيعاودوا هادشي، واش داكشي تيعجبهم مزيان ولا ما كاين ما يتعاود ولا كاين. لان نهضروا بصراحه، انا اقول يعني حصريا للايام 24 تقدمنا بعده اعمال. هذه اكثر من هذه، طبعا هذه 4 سنوات من سافرت لامريكا، ولكن عندما كنا في المغرب قدمنا اعمال من بعد السلسله ديال العوني والربيب، وتقدموا اعمال كثيره. ولكن انتم تعرفون دائما الاكراهات الموجوده والمتعارف عليها، وما تنبغيش نذكروها باش نكونوا متفائلين، لان كل واحد تيعرف كيفاش، كيقول كل واحد تيعرف كيفاش ينشر الهيدوره ديالو. وحنا ما عندنا عداء مع حتى شي مؤسسه او شيء هذا، ولكن يعني كيبقى فينا، لان الناس تيسولوك شنو هو الجديد،